السلام عليكم ورحمة الله. رزين ادون مالبرون جيلا جزء 1 ന്റെ ടെസ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. റസീൻ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ ഓതും. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ഓക്കെ റസീൻ, ഞാൻ ഓതുന്ന ആയത്തിന്റെ അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഞാൻ ഓതുന്ന ആയത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഓക്കെ. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ്ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. വഖാലു കൂനു ഹൂദൻ ഔ നസാറ. وقالوا كونوا هودا أو نصارى قل بل ملة وقالوا كونوا هودا أو نصارى قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ولله المشرق والمغرب. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ. أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها وأتوا به متشابها وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري
وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من شجرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق من خشية الله وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يحبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ قُلْ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله كتابا معجلا قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن فإنه نزله على قلبك قل ما كان عدوا لجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين وما هم بضارين به من أحد حتى يقولا إنما نحن وما فتنة هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق فلبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من تجد وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا فاستغفر الله إن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله
وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. وإن قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى أشد العذاب ومن يرغب عن ملة ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارا إسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل فالأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. اوكي ما شاء الله مبروك.